السلام عليكم. اليوم مع وصفه ام وليد، جيتكم بهذه الوصفه اللي هي حلوه جافه ما فيهاش البيض، مقاديرها قليله، بنتها رائعه، حلوه تجي مقرمشه مع قهوه حليب ولا اروع. انا نهار اليوم درتها بالجلجلان، تقدري ديريها بالكاوكاو بلا نوات كوكو، لكن الاختيار. تبعي معايا الاخير باش تكتشفي الحلوه تاع نهار اليوم، اللي سهله مهله. هاد الحلوه تاع نهار اليوم واش راح نحتاج فيها؟ عندي هنايا نص كاس تاع الزبده ولا مارغارين دايبه، راح نزيد عليها الزيت حتى تولي قيس نص كاس، عفوا عندي ربع كاس تاع ليدام زبده دايبه، ونضيف عليها الزيت حتى نتحصلوا على نص كاس، يعني النص كاس هذاك نصو زبده ونصو زيت. عندي يقابلوا نفس الكيل نص كاس تاع الحليب، اذا ندير هذاك نص كاس تاع الحليب هو الاول، ندير معاه رب 3 مغارف كبار تاع السكر، 3 مغارف كبار نتاع السكر، ندير معاهم مغرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني، نزيد شويه نخلطهم مع بعض باش يذوب لنا هذاك السكر في الحليب. نعرفوا انه يعني الحليب يذوب فيه بالخط السكر. من بعد نضيف عليه هذاك نص كاس تاع ليدا. دونك انا اليوم حبيت ندير غير قيس نص كاس، تقدري تضعفي المقادير. الحلوه تاعنا اليوم كما نشوفوا ما فيهاش البيض، نزيد عليهم زوج مغارف كبار تاع الجلجلان محمص، العجينه يعطينا بنه يعني تجي ما شاء الله هذه الحلوه. بعد هنا واش ندير؟ ندير شويه تاع فرينه هكذا باش نلمو العجينه، وندير عليها نص كيس تاع خميره كيميائيه اللي هي مغرفه صغيره، اذا ندير مغرفه صغيره تاع لا ليفيغ شيميك اللي هي نص كيس، هكذا غادي نص نخليه دائما الخميره غلقيها مليح باش تعاودي تخمي بها مره اخرى. اذا ندخل هذاك الفرينه والخميره في المواد الجافه، من بعد نبقى نزيد في الفرينه حتى تتلم لي العجينه، العجينه يعني تكون طريه اللي نقدر نتحكم فيها. نبدا نشكل في الحلوه، ندي شويه تاع العجين يعني دوك هنا كيفاش راكي حبه الحلوه تاعك، اذا نديرها هكذا كره صغيره، من بعد يعني نهبطها ما نخليهاش طالعه بزاف لانه فيها الخميره ورايحه تخمر. من بعد واش ندير؟ نقص الوجه تاعها في الجلجل المحمص، الوجه فقط. ها هي معنا الحلوه تاعنا، ونديرها في السنيوه. اذا نزيد حبه، شتو الحلوه تاع اليوم بزاف سهله، مقاديرها قليله، وهذاك الججلان يعني يزيد لها واحد البنه اللي يحبوا الججلان. مثلا ها اليوم درت الججلان، تقدري تعوضيه بكاوكاو يكون مطحون ولا تعوضيه بلا نوات كوكو. دونك هنا كل وحده دير الشيء اللي تحبوا واللي يحبوا ياكلوا. اذا نعمر السنيوه، شوفوا الحلوه ما تكونش خشينه بزاف، نعمر السنيوه اللي عندي. بعد ما كملت كامل وعمرت السنيوه تاعي، هاي الكبيره اللي دارتها لي، هذه كميه ما شاء الله في النص كاس تاع ليدر. هنا واش ندير؟ هنا راح ندخلها للفرن 180 درجه، نخلي الحلوه تطيب، انا نحبها تكون شويه محمره، طيب تتحمر لنا نخرجها ونشوفوها واجده معنا. من بعد ما طابت الحلوه وبردت، هاي معنا واجده، شوفوا كيفاش حمرتها. انا نحب الحلوه تكون محمره شويه، يعني حمروها، شوفوا شحال درت لنا الكميه، رغم انه درنا يعني غير نص كاس تاع ليدر، ربع كاس تاع الزيت مع ربع كاس تاع الزبده دايبه ولا لا مارغارين. اليوم انا نهار اليوم استعملت الجنجلان، تقدري تستعملي اي مكسرات يكونوا عندك، كاوكاو ولا لا نوات كوكو، هنا انت تخيري واش تحبي ولا واش يحبوا افراد العائله تاعك. اذا راح نقسم لكم حبيبه، هذه الحلوه تجي مقرمشه يعني مقرمشه، تجي هشيشه، تجي خفيفه مع قهوه حليب ولا اروع. اذا راح نقسم لكم منها حبه هكذا باش تشوفوا يعني القوام تاعها كيفاش يجينا. اذا ها هي الحبه تاع الحلوه، بسم الله، شوفوا يعني تجي مقرمش، يعني كي تاكليه تجيك الحلوه هايله مع هذاك الجلجل اللي درناه في القلب تاع العجينه ومن الفوق ولا اروع. اتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.